الأخبار من الموريتانية وفي أبرز عناوينها. الوزير الأول يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات ويتسلم تقرير اللجنة لسنة 2016. تدشين مجمع إسلامي بمقاطعة بيكت الأحواش بولاية الحوض الشرقي في إطار نشاطات الإحياء الرمضاني. مقتل أكثر من 30 شخصا بالعاصمة الفلبينية بتفجير بأحد المنتجعات السياحية. أهلا بكم. تسلم الوزير الأول السيد يحيى والحدمين صباح اليوم بمكتبه التقرير السنوي للجنة الوطنية للمسابقات لسنة 2016، وذلك خلال استقباله لرئيس وأعضاء اللجنة. التقرير الذي تم تقديمه للوزير الأول يتعلق بالحصيلة التي تعدها اللجنة عن المسابقات الوطنية خلال عام 2016 بالوزارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية. جرى اللقاء بحضور مدير ديوان الوزير الأول الدكتورة مقبولة من برديتي. وبعيد اللقاء أدلى السيد محمد الباه والحامد رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات بالتصريح التالي للتلفزة الموريتانية. قبلنا معالي السيد الوزير الأول وقدمنا له تقرير السنوي اللي تعد اللجنة الوطنية للمسابقات عن المسابقات المنظمة خلال سنة 2016 في الوزارات والمؤسسات العمومية اللي خاضعة لقانون الوظيفة العمومية. وفي سنة 2016 تم تنظيم 11 مسابقة لصالح 5 وزارات ومؤسسة عمومية، وتم الشغل تم فتح أولا 1635 منصب على مستوى الإدارات المركزية بصفة عامة، وتم شغل 95% منها في مختلف التخصصات اللي كانت مفتوحة للاكتتاب. والعدد اللي تم افتتاحه في 2016 كانت فيه زيادة 136 منصب بالنسبة لسنة 2015 السنة الماضية. وعلى العموم بدينا معالي سيد الوزير الأول ارتياح اللجنة للتجاوب الإدارات بصفة عامة مع عمل اللجنة وغياب ضغوطات وتدخلات على المستوى العام في سير عمل اللجنة، وهو الارتياح اللي مكننا نحن من على عنا نقوم بهذا العمل اللي يبقى عمل بشري فيه نواقص، غير نحاولوا بصفة تدريجية على عنه نحسنه لين يعودوا المواطنين متأكدين على عنهم لين يتقدموا المسابقة عمومية على عنهم يجبروا ذاك اللي مستحقين، وعلى عن نحاولوا ما أمكن على عن الحيف والظلم على عنه يختفي على مستوى المسابقات. هذا مازال هدف، وكيف قلت لكم يبقى العمل عمل بشر فيه نواقص. راجين إن شاء الله على عن هذه الروح والتعامل على عنه يتواصل، وعلى عن نساعد على عن المواطنين يجد عليهم على عن رجاج ترشح المسابقات الوظيفة العمومية على عنه له يجبر ذاك اللي مستحق. على ذلك التصريح الذي أدلى به محمد الباه الحامد رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات. خصصت لجنة الشيوخ الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة السيد محمد سالم والمحمد سيدينا رئيس اللجنة لدراسة مشروع القانون النظامي الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. مثلت الحكومة في الاجتماع أو مثلت الحكومة في الاجتماع الوزيرة الأمين العامة للحكومة السيدة زينب بنت علي سالم، حيث قدمت عرضا تطرقت فيه لمختلف بنود مشروع القانون المذكور.
إلى ولاية الحوض الشرقي، حيث دشن وزير التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي يوم أمس في مبيكة الأحواش مجمعا إسلاميا يتكون من جامع كبير وسكن للإمام ومقر للمحضرة. ويأتي هذا التدشين في إطار اهتمام الدولة بإحياء التجمعات القروية والنهوض بها في جميع المجالات. هنا في مبيكة الأحواش بدأت الحياة الحضرية تأخذ مساراتها المختلفة تأهيلا لهذه المنطقة النائية لتأخذ مكانتها اللائقة، تستقبل شهر رمضان المبارك وقد أصبحت تتوفر على مجمع إسلامي متكامل يتكون من جامع كبير ومن محضرة وسكن للإمام بتوافر للخدمات الأساسية من ماء وكهرباء. تدشين هذا المجمع شكل حدثا للأهل مبيكة الأحواش، توافدوا بالمناسبة وسط حضور للسلطات الإدارية الجهوية ولأعيان المنطقة وبعض المنتخبين المحليين. وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ترأس حفل التدشين معطيا للحدث أبعاده الحقيقية. يشرفني وأنا أدشن هذا المجمع الإسلامي الكبير في مقاطعة مبيكة الأحواش أن أشيد بمستوى العناية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز للمقاطعات الجديدة وما تشهده من خدمات متميزة، كان من أهمها إنشاء مجمعات إسلامية متكاملة في كافة هذه المقاطعات. وستعمل الحكومة على جعل هذه المجمعات الإسلامية منارة مشعة لبث العلم الوسطي المعتدل ونشر قيم السلم والتسامح والتعاون بعيدا عن العنف والتطرف والانحراف. ومن هنا فإنني أهيب بالقائمين على هذا الصرح العلمي الوضاء أن يكرسوا جهودهم في تعليم وتوجيه وإرشاد المواطنين وحثهم على الارتباط بالوطن وخدمته والحرص على نموه وأمنه. إمام الجامع وفي كلمة باسم السكان ثمن هذا الإنجاز منوها بانعكاساته على المنطقة علميا وروحيا وترسيخا لدعائم التحضر الذي تشهده المنطقة. إننا باسم جماعة هذا المسجد لنتقدم من خلالكم إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز بالشكر الجزيل على تشييد هذا الصرح الإسلامي المتميز في هذه المنطقة النائية من أرض الوطن وما تطلب ذلك من إمكانات مادية كبيرة. في نهاية الحفل تشول السيد الوزير في مناكب المجمع واقفا على مكوناته المختلفة وحاضا على المحافظة على هذا الإنجاز باعتباره رمزا ومركز إشاع ينير المنطقة برمتها. وهنا بنواكشوط علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم أمس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة. واستعرض الوزير مشاريع المراسيم والبيانات الصادرة عن الحكومة ورد على أسئلة الصحفيين. خلال اجتماعه الأخير درس مجلس الوزراء وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات، من بينها مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط إعادة هيكلة أحياء السيف وطيبة وليبة في مدينة طنطان وبإعلانها ذات نفع عام. ويهدف مشروع المرسوم المذكور إلى دمج هذه الأحياء في النسيج الحضري لمدينة طنطان والانتظام لولوج ساكنتها للملكية العقارية. بالنسبة للمشروع المرسوم الثاني يتعلق بمدينة طنطان وبعض الأحياء مدينة طنطان. كيف تعرف مدينة طنطان بعد الغرق اللي تعرضت له سنة 2008 وعيد تخطيط المدينة وهيكلتها من جديد فيها أحياء محاذية للمدينة ما تعرضت للغرق ولا هي معرضة أيضا للتعرض للغرق. هذه الأحياء ما 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 قطوا خطت ما 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 دخلت في التخطيط اللي خلال ذيك الساعة. أرادوا غرق بهذا المشروع المرسوم أنها تخطط من جديد لكي تدمج في النسيج الحضري لمدينة طنطان، وياك من يعود الولوج المنتظم للملكية العقارية فيها. وردا على سؤال حول تصريح الوزير الأول الذي أكد فيه أن النظام الحالي باق ما بعد 2019، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن النظام الحالي يحمل فعلا عوامل البقاء والاستمرار. طبعا الوزير الأول صرح بأن النظام الحالي أنه باقي وشرح ذلك لأن النظام الحالي يحمل عوامل البقاء فعلا والاستمرار، سواء كان من ناحية الإنجازات على أرض الواقع، سواء كانت الإنجازات في مجال الأمني أو التنموي أو البنى التحتية أو الحريات العامة
أو السمعة الدولية إلى غير ذلك من المشاريع الكبرى اللي تعرفه، وكذلك يحمل عوامل البقاء بتشبث وتمسك المواطنين بهذا النظام. ولذلك الوزير الأول قال أن صناديق الاقتراع هي الفيصل بين في بقاء النظام، أنه إذا تمسكوا به الموريتانيين أنه سيبقى، وأنتم تعرفوا عن هذا النظام من خلال إنشازاته ومن خلال المبادرات والمظاهرات والاستقبالات العفوية اللي كان يتلقاها رئيس الجمهورية، ومن خلال المهرجانات الكبيرة وآخرها مهرجان دقني اللي حضر الوزير الأول اللي كان مهرجان ضخم، كلها تدل على تمسك المواطنين بهذا النظام وبإنجازاته بما حققه لهم، وأنهم يجدون فيه محقق آمالهم. وبخصوص سؤال أحد الصحفيين حول عدم تدخل الحكومة لإطلاق سراح المواطنين المحتجزين بالجزائر، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الموقوفين ليس لديهم جرائم يرتكبها، مبرزا العلاقات الودية بين بلادنا والجزائر. دولة على اتصالات على مستوى عالي مع الأشقاء الجزائريين، وأن هذا الموقوفين اللي قبضت السلطات الجزائرية ما عندهم جرائم ارتكبوها، وإنما في إطار خطأ دخل الحدود الجزائرية بطريقة غير نظامية، وأن الصلة بين والتنسيق والتواصل بين الحكومة الموريتانية والحكومة الجزائرية في شأنهم أنه متواصل، وأنهم لا خوف عليهم، وأن العلاقات الودية والحميمة اللي بين الجزائر وموريتانيا تقتضي أنهم ستحل قضيتهم بشكل ودي. وإذا ترتب على ذاك والله تطلب ذاك أي لقاء كان على مستوى وزاري والله على مستوى آخر لن تتوانى فيه الحكومة الموريتانية، وقضيتهم بسيطة وستحل بالطرق الدبلوماسية والودية وستكون سريعة إن شاء الله. إضراب السلفيين عن الطعام كان من بين الأسئلة المثارة في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، وقد شكل سانحة للناطق الرسمي باسم الحكومة للرد على التعليقات والجدل المثار حول الموضوع. هذا الخلطة اللي تحدثت عنهم خلق سؤال إنهم هما ضاربين على الطعام، ومدة ضاربة عن الطعام تضرب عنه اللي عاد موفر لها يعني معطي لها الطعام، لو كانت اللي ما معطي لها الطعام والله معيشة ما تضرب ما يعود له ما 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 معناته إنها ضاربة عناش. قضية مولي القتل، نحن هون بالنسبة للقتل نحن نعرفه لأن الشخص عنده الحق في أن تحسن قتلته، وعنده الحق في أنه يدفن وأنه ما يمثل فيه، وعنده حقوق إنسانية. نحن هون اللي نتحدث عنه واللي قلت لكم إعلنه يسقط بالحكم عليه بالإعدام هو الحقوق المدنية. قدم السيد شيخنا وللنني سفيرنا في دكار أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لبلادنا لدى جمهورية غينيا بيساو، كان ذلك باستقبال خص به رئيس جمهورية غينيا بيساو السيد جوزيه ماريو فاز سفير بلادنا. وكان اللقاء فرصة عبر خلالها الرئيس الغيني البيساوي عن مواصلته تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين. تناولت محاضرة اليوم التي احتضنها الجامع الكبير موضوع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ألقى المحاضرة فضيلة الأستاذ الفقيه مينو للشواف، حيث تطرق لهذا الموضوع مبرزا أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب على كل مؤمن، مضيفا أنها من شروط صحة إيمان المسلم. محاضرة الجمعة الأولى من الشهر الكريم التي ألقاها فضيلة الأستاذ الفقيه مين ولي شواف في الجامع الكبير وسط العاصمة تناولت موضوع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تطرق الأستاذ المحاضر إلى هذا الموضوع الهام من مختلف الجوانب مبرزا الأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم، سنتناول هذا الموضوع من خلال النقاط التالية: أولا حكمها، ثانيا أسبابها، ثالثا مقتضياتها، رابعا ثمراتها. إذا سمح الوقت بذلك أعد الحديث: فليس بالمملول عن خير مبعوث وخير رسول،
واملأ مسامعنا بطيب حديثه فهو الشفاء لحر كل غليل قبل أن يجول اللسان ويصول نذرا وشعرا فيما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإننا نقر في بداية الحديث عن العجز نقر بالعجز عن الإتيان بعشر عشر ما يستحقه محمد صلى الله عليه وسلم. حضور هذا الدرس العلمي من عمار بيوت الله أكدوا على أهمية هذه الدروس الرمضانية بتفقيه الناس بأمور دينهم ودنياهم، مطالبين بمواصلتها لينهل الجميع من معينها الزلال. هذه الدروس الرمضانية دروس جيدة، كنا وجدنا فيها ضالتنا الحمد لله، فيها الإجابة على الجميع مختلف الأسئلة الدينية والفقهية، لذلك نختار أن يكثر منها هنا تياه. ما شاء الله المحاضرات ما شاء الله هون في المسجد ما شاء الله استفدنا منها أكثر، وجزا الله عن هذا المحاضرين جزء الشكر، وما شاء الله استفدنا حتى في هذا رمضان المبارك بالمحاضرات القيمة اللي عدوا هذا العلماء. محاضرات جيدة منذ بداية رمضان، والحمد لله أنا كل يوم نحضرها واستفدت الكثير كما استفاد الجميع أيضا. محبة الرسول الكريم إذن من المواضيع المهمة التي لا يصح إيمان المرء إلا بها، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بعد قليل فاطمة بنت محمد محمود والاقتصاد. شكرا لك أحمد، وتقبل الله صيامنا وصيامكم. نبدأ أخبار الاقتصاد بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات بالجلسة الأوروبية لتحقق أول مكسب بعد خسائر دامت ثلاثة أيام متتالية سجلت خلالها أدنى مستوياتها. يأتي هذا الدعم من تراجع المخزونات الأمريكية بمعدل تجاوز التوقعات وفقا لما أصدره معهد البترول الأمريكي، ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الرسمي للمخزونات في وقت لاحق، وسط توقعات تظهر تراجع المخزونات بواقع 2.7 مليون برميل للأسبوع الثامن على التوالي. وصل سوق العقارات في المدن الكبرى الصينية استقراره بعد تنفيذ الصين سلسلة من التدابير لكبح ارتفاع الأسعار، وارتفعت أسعار المساكن الجديدة في بكين بنسبة 0.2% على أساس سنوي، بينما انخفضت أسعار المساكن الجديدة في شنغهاي بنسبة 0.2%، وظلت أسعار المساكن مستقرة في شينشن وهي مدينة مجاورة لهونغ كونغ جنوبي الصين. وزادت الاستثمارات العقارية في المنطقتين الشرقية والغربية من الصين بنسبة 16.8%، بينما انخفض الاستثمار العقاري في شمال البلاد بنسبة 13.7%. فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على كرم المتابعة. باقي الأخبار مع أحمد بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. انتقلت إلى جوار ربها فجر أمس في نواكشوط المغفور لها بإذن الله فاطمة بنت الحسن العاملة في إدارة البرمجة والتوثيق والأرشيف بالتلفزة الموريتانية. وبهذه المناسبة الأليمة ترفع التلفزة الموريتانية إدارة وعمالا أصدق التعازي إلى أسرة الفقيدة، راجية من الله العلي القدير أن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تتابعون الورقة التأبينية التالية عن الفقيدة مع الزميل عبد الحميد السالم.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره استقبلت الأسرة الإعلامية الوطنية صبيحة السادس من رمضان الموافق لفاتح يونيو الجاري نبا وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة الفاضلة فاطمة بنت الحسن والشيخ أحمد سالم الإعلامية المقتدرة بمؤسسة التلفزة الموريتانية. التحقت الفاقدة بالتلفزة الموريتانية في العام 1991 بعد تخرجها من جامعة واكشوط كلية الاقتصاد والعلوم القانونية. بدأت مشوارها كمنشطة ربط ثم مقدمة برامج قبل أن تتدرج في الوظيفة ويستقر بها المقام في إدارة البرمجة والتوثيق والأرشيف. عرفت الفاقدة خلال مسيرتها المهنية الحافلة بالعطاء بحسن السيرة والسريرة والتفاني والإخلاص والجدية في العمل. يجمع كل من عاشرها على حسن معاملتها وسخاء كفها وكثرة تصدقها وعفة لسانها وتفقدها الدائم لجيرانها. كانت رحمها الله بارة بوالديها حافظة لكتاب الله الذي تلقت الكثير من علومه على يد والدها رحمه الله. كانت قد أعادت العدة لأداء عمرة رمضان قبل أن يختارها الله لجواره بعد أن أدت صلاة الفجر صبيحة يوم الخميس. صلى عليها جمع قفير بمسجد 24 في العاصمة قبل أن ينقل جثمانها إلى مقبرة دبيرد ليتم دفنها هناك بجوار والديها. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسدوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. دوليا شهدت العاصمة الفلبينية مانيلا أمس تفجيرا في أحد المنتجعات السياحية أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا. وجاء التفجير إثر إشعال مسلح النار داخل المنتجع السياحي حسب ما أفادت الشرطة الفلبينية. وأوضح قائد شرطة المنطقة الجنوبية أنه لم يتعرض أي من المتوفين لإصابات جراء طلق ناري مضيفا أنهم ماتوا مختنقين. وذكر أن الشرطة تجري تحقيقات متواصلة بالحادث وتعمل على التحقيق أو التحقق من هوية المشتبه به. وردة من تباه والرياضة بعد قليل. شكرا لك أحمد الحسن وأهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الرياضية. يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته اليومية بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة المرتقبة ضمن منتخب بوتسوانا في 10 يونيو المقبل ضمن الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2019. وكانت تدريبات اليوم التي أشرف عليها الناخب الوطني كونتي مارتيز مركزة ومكثفة عكس الأيام الماضية، وشهدت مشاركة جميع اللاعبين. اختارت الاتحاد الوطني كرة القدم مدينة بريتوريا في جنوب افريقيا لإقامة هذا المعسكر التحضيري لتشابه اجوائها مع الاجواء في بوتسوانا. اشار الى ان المنتخب الوطني سيقابل خلال هذا المعسكر منتخب بوتسوانا وديا الاحد المقبل. نفت إدارة فريق تفرق زينة واستيفاء الدوري الوطني أندية الدرجة الأولى لكرة الأنباء التي راجت حول التخلي عن مدرب الفريق الأول برامجية التعاقد مع مدرب آخر في الموسم المقبل. أكدت إدارة النادي ثقتها في الطاقم التدريبي الحالي للفريق واستيفت نياه بأنه يقدم كل ما بوسعه من أجل التنافس على الألقاب المحلية، نافية بشدة الدخول في مفاوضات مع أي مدرب آخر، مشيرة إلى أن تركيز الفريق منصب حاليا على تحضير الجيد لنهائي الكأس الوطنية الذي يجمع النادي بنظره فريق فسين وليبو. يشار إلى أن أنباء راجت في الساعات الماضية حول اتفاق مبدئي بين تفرق زينة والمدربة التونسي زلفان يماني وذلك لخلافة برمجي خلال الموسم المقبل.
بدأ فريق الحرس الوطني مساء أمس في سلسلة من التدريبات بالعاصمة، وينتظر الفريق رد لجنة العقوبات بالاتحاد الوطني لكرة القدم على الشكوى التي تقدم الفريق قبل أسبوعين بشكوى ضد فريق فصين وليبو متهمين إياه بإشراك لاعب لا يمتلك أوراقا إدارية، ما جعل لجنة العقوبات تفتح تحقيقا حول الموضوع. في حال تأكد من صحة ادعاء فريق الحرس الوطني سيتأهل الفريق لمباراة النهائية الكأس بدلا من وليبو. وفي الشأن المتصل أكد رئيس فريق الحرس الوطني كرة القدم أن الفريق قدم موسما مميزا وحقق جزءا كبيرا من طموحاته خلال الموسم الرياضي المنتهي. هذا القفز نوعية في السنة ما قطع دلها السنوات الماضية، وذاك يرجع للدعم المعنوي والمادي اللي قائمة به القيادة والراعي والتوصيات على الفريق يرجع لمكانته اللي كان فاقد اللي منذ السنوات الماضية به اللي نادي أصلا كان نادي المقذي الوحيد للمنتخب الوطني والمنتخبات الوطنية، وذيك التغذية فقدها للو سنوات وبدأ للو سنة يرجع ليك الوضعية اللي كان فاقد. وبالنسبة للي السنة الأهداف كانوا عن بن نادي يعود في مستوى ترتيب في البطولة الوطنية تعود مشرفة، وبالنسبة لكأس رئيس الجمهورية من 81 ما قد فاز نادي الحرس الوطني بأي كأس لرئيس الجمهورية. وبالنسبة للي السنة الفريق بذل مجهود، القيادة بذلت مجهود لكن الفريق يوصل للنهايات كأس رئيس الجمهورية. نهاية نشرة الرياضة، شكرا لمتابعتكم وعودة إلى أحمد الحسن. بالرياضة تنتهي نشرة أخبار 8:30، تابعتموها عبر الموريتانية وتابعتم فيها. الوزير الأول يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات ويتسلم تقرير اللجنة لسنة 2016. تدشين مجمع إسلامي بمقاطعة بيكة الأحواش بولاية الحوض الشرقي في إطار نشاطات الإحياء الرمضاني. مقتل أكثر من 30 شخصا بالعاصمة الفلبينية بتفجير بأحد المنتجعات السياحية. نلتقي في نشرة الواحدة بعد منتصف الليل، إلى اللقاء.